لاحظ لاحظ الاستدلال الباطل، لاحظ التدليس عند ابن تيمية، لاحظ المنهج المزيف، لاحظ الخداع والتغرير. التفت جيدا، هو ماذا قال هنا؟ قال وحكوا عن طائفة من المعتزلة. إذا تحدث عن من؟ عن طائفة من المعتزلة، ليس كل المعتزلة. التفت جيدا، لاحظ الاستدلال الناقص، الاستدلال الأعور. التفت جيدا، تحدث عن طائفة من المعتزلة، وبعد هذا ماذا قال في النتيجة؟ ما هي النتيجة التي توصل إليها؟ فهذا مما يقوله المتجهمة، فهذا مما يقوله الجهمية، مما يقوله المتجهمة. لاحظ تحدث عن طائفة من المتجهمة، وبالنتيجة عمم الحكم على المتجهمة، كما كذب عليكم التيمية في كتبه. والحمد لله من نعم الله علينا، بالرغم من كل سلبيات التواصل الحديث وكل ما سبب من مشاكل وفقدان للأخلاقيات وللعلاقات الاجتماعية والابتعاد عن الدين، لكن نحن ندعو لي لأنه واقع حال، فندعو لي الاستغلال الأمثل الصحيح الصحي الشرعي الأخلاقي العلمي لوسائل الاتصال الحديثة. لاحظ كم اتهموا الشيعة، وكم اتهموا الصوفية، وكم اتهموا المعتزلة، لكن هذا الزمان ولا لا نقول 100%، لكن القضية نسبية. الآن تصل الأصوات، الآن يعني يكفي هذا، كل مغرر به عندما كان سابقا يعلم ويتيقن من إمامه، من إمام الضلال الذي كان يحقن في عقله، الذي قفل على عقله وطبع على عقله وعلى قلبه، يقول له بأن الشيعة أو الصوفية يعبدون الأشخاص، يعبدون القبور، أو يقول هذا الولي هو الله أو علي هو الله. كل من كشف له هذا الزيف وهذا الافتراء المفروض يتمرد على هؤلاء الخونة، على هؤلاء أمة الضلالة، على هؤلاء القائدين إلى نار جهنم. الآن انكشفت، يوجد خطوط عامة عند الصوفية، خطوط دينية إسلامية عامة عند الصوفية، عند الشيعة، عند المعتزلة، ويوجد اختلافات وفروق في الفروع الفقهية وفي الفروع العقائدية وأيضا في الأصول. لكن هذا هو واقع الحال، وهو الموجود منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا، والناس تتعايش التعايش السلمي. فعندما نحاكي التاريخ ونتحدث مع التاريخ، لا ننساق وننقاد للنفس المريضة، نبحث عن هفوات وأخطاء وكلمات ومواقف هنا وهناك تستغل للجانب الطائفي أو للطعن أو للحقن أو للافتراء أو للدس. نحن نقول يوجد خلاف، يوجد اختلاف، لكن المهم كان يوجد التعايش السلمي بين الصحابة، هذا يكفي. أنت لا تنتظر مني أن أنتقل وأترك مذهبي، وأنا لا أنتظر منك أن تترك مذهبك. طبعا أنا أعتقد بالحق وأتمنى أن يصيب هذا الحق ويدخل هذا الحق في قلوب الجميع، وأنت بالمقابل أيضا تعتقد بهذا بما عندك من دليل، فأنا أتمنى أن يدخل الناس وكل الناس في مذهبي لأني أعتقد بأنه حق، وأنت أيضا تتمنى هذا، ليست بمشكلة، هذه لك الأجر في التمني وأنا لي الأجر أيضا في هذا، لا يوجد مشكلة هنا. لا تنتظر مني أن أترك مذهبي وأتي إلى مذهبك وأدخل في مذهبك، وتتعامل وتؤسس وتقف المواقف وتؤسس المواقف على هذا الأساس، لا يصح هذا. نحن الآن نحتاج إلى الحوار، نحتاج إلى التمدن، الأخلاق الإسلامية، الحوار الإسلامي، المجادلة بالحسنى. الآن أيضا للجهال، للأغبياء، لغير الجهال، لغير الأغبياء، للعلماء، ماذا فعل أهل الإشراك؟ ماذا فعل أهل الكفر؟ ماذا فعل المشركون بالنبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الإسلام في مكة؟ ماذا فعل بهم؟ كن منكم يستحضر ماذا حصل. التفت جيدا، الآن ضع في ذهنك هذه الصورة، هذه يجب أن تصل للجميع، ضع في نفسك في ذهنك واستحضر هذه الصورة. الآن ابحث عن كل
العالم، في كل العالم، في كل البلدان، في كل المدن، في كل البيوتات، التفت جيدا، في كل البيوتات، في كل أماكن البغاء أجلكم الله، ابحثوا فيها، مهما تجد من فساد وانحراف فإنه لا يرتقي إلى عشر من عشر ما كان في العصر الجاهلي في مكة. التفت جيدا، فأنا أريد أن أصل إلى هذا، يعني أقصد ابحث حتى في بلدان الغرب، في أفسد البلدان، لا يوجد فساد مثل ما كان الفساد في مكة. فقط سؤال بسيط واضح، هل فجر النبي وأصحاب النبي أنفسهم بين مشركي مكة؟ هل فخخوا البيت الحرام؟ هل فخخوا البيوتات؟ هل فجروا الأسواق؟ هل حرقوا الأجساد؟ فقط سؤال، سؤال بريء. التفت جيدا، فنحن الآن نريد أن نحتج على الفكر التكفيري، التفت إلى هذا، لسنا في مقام تشريع شيء، وإنما نحتج على الفكر التكفيري. فأنا كما لا أقبل من المقابل أن ينتظر مني أن أدخل أترك مذهبي وأدخل في مذهبه، أنا أعتقد وأتيقن مما أنا فيه وليس عندي أي شك، فلا تنتظر مني، أنا الذي سفهت أفكار ابن تيمية يقينا جزما بهذا الأسلوب، تنتظر مني أن أترك مذهبي وألتحق بمذهب التكفير، ألتحق بابن تيمية وجهل ابن تيمية وصفحات ابن تيمية؟ فأنا أريد بالجميع من السنة من الشيعة من أعزائي من أبنائنا أن يتيقنوا جهل فكر الفكر التكفيري، جهل الدواعش وإمام الدواعش، أريد أن نصل إلى هذه إلى هذا اليقين، كما أنا أتيقن بهذا أرغب وأحب وأتمنى وأسعى إلى أن يصل الجميع إلى هذا اليقين، ليبقى على التسنن وهذا ليبقى على التشيع، لكن لا يلتحق بالتكفير وبالأفكار الداعشية التكفيرية. يقول فهذا مما يقوله المتجهمة وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه.